طيب احنا بنرحب بالموجودين اليوم على الشاشة، يعني خلينا نقول شاركوا معنا في هذا المجال، وبنقول لكم اهلا وسهلا. اليوم حتى هذه، لا الاول اظبط ولونها. فحنتكلم على خلينا نشوف، حنتكلم على الانفيرس للزي ترانسفورم. الموضوع مش جديد عليكم، بتعرف في 3 طرق نعمل الانفيرس للزي ترانسفورم. الطريقة الأولى اللي هي باستخدام يعني اللونج ديفيجن، أو بنسميه الاتيريتيف ميثود، اللي هي بنيجي بنجيب النومريتر وبنقسمه على الدينومينيتر، فبطلع عندك كوفيشنت طويلة. هاي وعادة انت بتاخد قيم، ما بتاخدش ايش، بتاخدش كلوز فورم. الطريقة الثانية اللي انتم مرت عليكم يمكن اكتر طريقة استخدمتوها، البارشال فراكشن. بنعمل بارشال فراكشن وبناء عليه بعد هيك بنجيب الانفيرس للسيمبل، يعني خلينا السيمبل تيرم. في يعني اذا بدنا نطلع عليهم في التيبلز في اخر الكتاب، موجود عندنا تيبلز اذا حد اطلع فيكم على التكست بوك. في الابندسز في عندنا تيبل اكسباندد تيبل، موجود فيه عدد اكبر من الفانكشن لتعمل الهانفرس، وهذا بتخفف عليك الشغل، لانه الهوم ورك اللي كان اعطيتكم اياه بتكلم على ايش؟ بتكلم على البروبرتيز تبعت الزي ترانسفورم، عشان هيك بتلاقي بعض منكم متغلب فيها، لانك انت بدك تستخدم البروبرتيز للزي ترانسفورم. الان الشغله الثالثه اللي احنا ممكن نتعامل معها زي ما حكيت، اللي هي لنجيب الانفرس للزي ترانسفورم، بدنا نتكلم على الكومبلكس انتجريشن، او بنسميه الريزيديو ميثود. والريزيديو ميثود هي طريقه يعني اقدم الطرق في بعد اللونج ديفيجن لهذا المجال. الان المحاضره اللي فاتت احنا تكلمنا على الانت اوردر ديفرنس اكويجن، قلنا لو عندنا هاي الاوتبوت اعلى قيمه في الكورنت فاليو، والباقي كله ايش بريفيوس، وهاي الانبوت اللي عندي البريفيوس. هاد يوزنج الزي ترانسفورم بدي اخذ كل تيرم عندي فيه ديلي هاد بمثل لي زي ماينس واحد، يعني هذا بدي اخذ زي ماينس واحد في الـ AN ماينس واحد في الـ M of Z، وهذه نفس الشيء بدها تعطيني إذا بتطلع عليها الـ A of Zero. هنا عندي N delays، فبدي أخذ Z N ماينس واحد M of Z. فهذا المجال، وهذه إحدى الشغلات اللي بتخربط علينا لما إيش ما حدش يجي في ما يعني ما يدخلوش كلهم مرة واحدة، بدنا نضلنا ندخل واحد واحد وكل شوية نرجع تاني. هذه من عيوب الجوجل ميت، بس هذا الموجود عندنا، يعني ايش نسوي، مش شطارة فينا. طيب فهذه بتصير عندنا هذا الشكل، تحولت ل terms m of z هاد، وهنا terms e of z. ايش بدي اسوي فيهن؟ بدي اخذ اجمع الامز مع بعض، فبدي اخذ m of z برا، هنا حتعطيني ايش، واحد زائد a n ماينس واحد زائد a n ماينس اثنين لحديت ايش a of zero الان في z ماينس n، والام of z وين برا. الان على الشقة الثانية هنا عندي b، هنا عندي b n ماينس واحد z ماينس n لحديت b of zero n z to the minus n، وبحطهم على الشكل هذا. الان لو ضربت النومريتر والدينومينيتر ب z to the n، ايش بدي يعطيني هاد؟ bn z to the n bn minus 1 z لحديت هنا ايش b of 0. وهنا تحت في الاسفل ايش بدي يعطيني؟ في الاسفل ده تعطيني z to the n an minus 1 z plus لحديت ما نوصل لنفس الطريقة a of 0. الان اللي بدنا نعمله بعد هيك
اللي بدنا نعمله بدنا ناخذ هاي الموجوده عندنا واقسم النوميريتر على الدينومينيتور ويطلع الكوفيشنت. ناخذ مثال اللي هو المثال اللي شفناه المحاضره اللي فاتت في هذا المجال، تتذكروا هذا اللي عملناه، اللي هو ام اوف كي بيساوي اي اوف كي ماينس اي اوف كي ماينس 1 ماينس ام اوف كي ماينس 1. وعملنا زي ما عملنا قبل شويه في الخطوات، قلنا هذا بدنا نحوله لا الزي، فايش بدي يصير؟ هذا بتعطيني ام اوف زي، هنا التيرم كورنت يعني في نفس الوقت بتعطيني اي اوف زي، هنا عندي 1 يونت ديلي بتصير ماينس زي ماينس 1 اي اوف زي، وهنا عندي 1 يونت ديلي بتصير ناقص زي ماينس 1 ام اوف زي، وسولف للام اوف زي بدي يعطيني زي ماينس 1 على زي ماينس بلس 1، وهذا عملناها المره اللي فاتت في اي اوف زي. ولما جينا للاي اوف كي هذه لقينا هذه ايش بتساوي عندنا؟ تطلع زي سكويرد على زي ماينس زي سكويرد ماينس 1، وهذا قلنا بنعملها فاكتورايزيشن زي بلس 1 في زي ماينس 1. ولما نحط اللي ها نعوض بدل اي اوف زي، هذه الزي ماينس 1 بتروح مع الزي ماينس 1 بتعطيني زي سكويرد على زي بلس 1، وهنا بتعطيني زي سكويرد على زي بلس 1 ان هنا الترم سكويرد. وإذا هذه بدي أضربها في بعضها تعطيني زي سكويرد بلس 2 زي بلس إيش 1. الآن هذه لقيناها الكلوز فورم أعطتنا إيش؟ ماينس 1 to the n في n بلس 1، واللي هي هذه m of n اللي عند الترم الموجود، يعني هذه اللي هي. ولما لقيناها قلنا هذا أعطتنا في الأول 1 ماينس يعني اعطتنا هنا في لما كان زيرو هاي صفر عوضنا بصفر اعطتنا واحد ات صفر ات واحد اعطتني ماينس اتنين ات اتنين اعطتني تلاتة ات تلاتة اعطتني ماينس اربعة، وهكذا الترم اللي عندي. الان نيجي نطلع عليهم في اللونج ديفيجن اللي حكيت عنها، باجي بعمل الديفيجن هاي هاي عندي ايش؟ انا زي سكويرد على زي سكويرد بلس 2 زي بلس 1، هاي زي سكويرد بلس 2 زي بلس 1. الان بدي اقسم ايش اللي بدي اضربه في هذا الترم في ايش عشان يعطيني زي سكويرد؟ بدي اضربه في 1 فاعطاني زي سكويرد بلس 2 زي ماينس 1. الحين بعكس الاشارات هان تعطيني ناقص زي سكويرد ماينس 2 زي ناقص 1، هذول بروحوا مع بعض ايش اللي بضل عند الباقي؟ ماينس 2 زي ماينس 1. فهذا اللي اعطاني اياه كويس. الان داجي للترم اللي عندي هذا الماينس 2 زي، فايش بدي اضربه عشان يعطيني الترم زي سكوير؟ لو ضربته بماينس زي ماينس 1 في هذه ايش بدي يعطيني؟ هاي ماينس 2، وزي ماينس 1 في زي سكوير يعطيني ماينس زي زي تو دو ماينس 1، وبكمل مع الباقيات في هذا المجال. كويس هيك. فلما جيت الحين هاي عندي هان صارت عندي هان بدي اضرب في هذه ايش بيعطيني؟ هاي ماينس في زي ماينس زي ماينس 1 ماينس 2 زي ماينس 1 في ايش؟ الزي سكويرد حتعطيني هنا هاي الماينس 2 هنا سكويرد في زي ماينس 1 حتعطيني زي ماينس 1. هذه لما اضربها في هذه ايش بدها تعطيني؟ هاي ناقص 2 في 2 ناقص 4، هاي زي وزي ماينس 1 حتعطيني زي تو ذا زيرو، هاي حطيتها هان. هذا الترم الاخير لما اضربه في هاي حتعطيني ماينس 2 زي ماينس 1. الان هذه الاشارات بعكسها، اول ترم بروح انا بدي يعطيني 1 ناقص هنا صارت زائد هنا ناقص 1 زائد 4 بدها تعطيني 3 زائد 2 زي ماينس 1. الان باجي للترم اللي بعده، الثلاثة هاي في ايش بدي اضربها؟ بدي اضرب هذا عشان تعطيني 3، فبدي اجي اطلع عليهم الترم الموجود عندي لو ضربتها 3 في زي ماينس 2، هاي 3 في زي ماينس 2 ايش حتعطيني؟ الزي ماينس 2 بدها تروح مع الزي ماينس 2 حتعطيني ايش؟ التلاتة الموجودة هنا، التلاتة في اتنين في ستة، هنا زي ماينس زي في زي ماينس اتنين حتعطيني زي ماينس 1، هنا نفس الشيء تلاتة في واحد تلاتة زي ماينس اتنين،
الآن باجي بعكس حيعطيني هنا هاي ناقص 6 زائد 2 حتعطيني إيش؟ ناقص 4. الآن بتضرب ناقص 4 وزي ماينس 3 وهكذا. فعملية الضرب هذه إيش؟ عملية طويلة. أنت بتبدأ فيها صح خطواتها زي ما بسميها تيديس، يعني متعبة بس very simple، وبتعطيك الكوفيشنت تبعت التيرمز الموجودة. يعني هذه بتعطيني E of Z, M of 0، هذه M of 1، هذه M of 2، هاي M of 3، واللي بعدها M of 4، M of 5، M of 6 وهكذا. يعني أعطتني السوليوشن اللي بحكي عنه من الزي ترانسفورم اللي أنا كنت بجيبه. فالثلاث طرق اللي بنجيبهم زي ما حكيت عندنا، هذه بنسميها احيانا sequential method، long division، power series method، كلها لنفس المسمى الموجود عندي. فهي divide the numerator by the denominator such that e of z equal e of 0, e1 of z minus 1, e2 of z minus 2 وهكذا اللي عندي. فهذا بتعطيني ال sequence اللي عندي لل e of k اللي هي بتاخد ال coefficient اللي هان اللي هي ال e of 0, e of 1, e of 2 وهكذا الموجود عندي. هاي مثال تاني عندي ل long division. هاي عندي z على z squared minus 3z plus 2. فبدي اجي هادي ايش بتضربها عشان تعطيني اللي هان، ايش بتضربه عشان يعطيني اول تيرم؟ بتضرب هادي في z minus 1 في z squared بتعطيني ايش؟ الترم الاولاني. فلما اضرب بدها تصير هاي z to the power of 1، هادي اللي عندي الترم اللي هان في هادي بدي يعطيني ناقص 3 z to the 0 اللي هي 3. في الترم اللي هان بدها تعطيني 3 في 2 اللي عندي بدها تعطيني 6. وليش انا حاططها هنا؟ الا اذا كان عندي هذه بدها تعطيني 6 الموجود عندي. هنا في خطأ في الهاد، 6 زي ماينس 1 لانه 3 هان الاول تير 2 زي ماينس 1 في 2 بدي يعطيني 2 زي ماينس 1، هاد تعطيني ناقص 3. فالان باجي بطلع عليهم ايش هاد تعكس الاشارات، هاد حتصير بوزيتيف، هذه نيجاتيف، هذه بوزيتيف، هذه ايش نيجاتيف، حتعطيني 3 ناقص 2 زي ماينس 1. الان الثلاثه هاي كيف بدي احصل عليها من هان؟ بدي اضرب 3 زي سكوير هاي زي ماينس 2 يعني. فبدي اجي هاي الثلاثه هاي زي ماينس 2، الان اضربها في هاي حتعطيني الثلاثه، اضرب هذه في الترم اللي بعده حتعطيني 3 في 3 بكام؟ 9 زي في زي ماينس 2 بدها تعطيني زي ماينس 1. الثلاثة في 2 هنا ب 6، هاي هنا فيش عندي زي، هاي بدها تعطيني زي ماينس 2. فباجي بقلب الإشارات بتعطيني هذه 7 زي ماينس 1 ناقص 6، وبمشي معها زي هيك. هنا بعوض ب 7، 7 اللي عندي في زي ماينس 3، واللي بعده هنا 15 في زي ماينس 4، وبستمر فيها اللي عندي. صارت عندي الـ E في زي واحد الرقم اللي زي هيك، وهذه لما اجيب الانفرس لهذه بدها تعطيني A of K. هذا باي الديفينيشن اللي عندنا. فعندي صار الـ E في 0 بتساوي 0، الـ E في 1 1، الـ E في 2 3، الـ E في 3 6، الـ E في 4 15، وهذه الكلوز فورم. انا السيكونس هذه بس انجو استنتاج. هذا الاستنتاج اللي عندي مش دائما obvious، يعني انا بشوفوش معظم الاحيان. الطريقة الأسهل طبعا البارشال فراكشن. في البارشال فراكشن في تريك لازم نعملها دايما. كل التيبلز الموجودة عندي إيش موجود فيها؟ إذا بدي أطلع عليها موجود عندي Z على حاجة تانية. ففي عندي تيرم اللي هو Z في النوموريتر، فأنا عشان أحافظ عليه طبعا في طريقة بنتغلب عليها وهذه بنفرجيكم إياها لاحقا. إيش بسوي عندي؟ هذا باخذ ال E of Z على Z، فبضل عندي الترم الثاني ايش؟ 1 على Z minus 1 في Z minus 2. الآن هذا لأحافظ على شكل الفورمولا، هذا اللي بعمل. الآن بدي أعمل partial fraction، ايش بدها تساوي؟ A على Z minus 1 plus B على Z minus 2. ال A ايش بدي أجي؟ بدي أخذ الترم اللي عندي اللي هان Z minus 1 وأضربها في الترم اللي ظل عندي هان، وعوض عن زي بتساوي 1 بتعطينا ايش؟ سالب 1. الان نفس الشيء بدي اخذ الترم هان واضربه بزي ماينس 2
وأعوض عن زي بتساوي 2، هذه بتروح مع هاي بصير عندي 2 ناقص 1 بيعطيني 1، 1 على 1 تعطيني 1. الآن أنا صار الشكل عندي هان 1 على زي ماينس، هان سالب 1 على زي ماينس 1، وهان زائد إيش 1 على زي ماينس 2. الآن لو بدي أرجع الزي تاني إيش صار عندي؟ اي اوف زي بدها تساوي ناقص زي على زي ماينس 1 زائد زي على زي ناقص 2. الآن اللي هي الشكل اللي عندي هان، الآن هذه بدي أخذ كل واحدة لحالها، هاي الماينس 1، هذا الزي على زي ماينس 1 عبارة عن إيش؟ عن الستيب اللي هي يو اوف زي، كويس؟ أو يو اوف كي، هذه اللي عندي الزي على زي ماينس 1 هي عبارة عن يو اوف كي. الآن لما بدي أخذ الانفيرس لهذه، الانفيرس لهذا حسب الجدول إيش هي؟ 2 تو ذا كي، يعني صارت عندي هاد يو اوف كي طبعا عشان نقول عنها إنها بوزيتيف، فصار عندي الترم اللي عندي هذه ناقص يو اوف كي زائد 2 تو ذا كي يو اوف كي، فبطلع اليو اوف كي لبرا بتصير ماينس 1 زائد 2 تو ذا كي يو اوف كي. هذا الشكل العام اللي احنا بنستخدمه، هذا اللي بنستخدمه احنا بشكل يعني مبسط عندي. هذا طبعا العملية كلها بتقدر تعملها بالماتلاب، الريزيديو والانفيرس والزي انفيرس، نجيب الزي والزي انفيرس في هذا الانفيرجن فورمولا، وهذه الطريقة اللي زي ما قلت انقرضت لأنه فيها شوي بنتكلم بنسميها الاسم الثاني، هذه اسم انفيرجن فورمولا أو الريزيديو ميثود، لأنه إيش أنا بجيب الريزيديوز للموجود عندي. إيش بتقول الـ E of K بتساوي 1 over 2 by J الـ integral over الـ area عندي جاما في E of Z Z of K minus 1 D of Z، وعندي الـ J هنا بتساوي minus 1. الآن هذه بعملها approximation باستخدام الريزيديوز، يعني أنا الـ E of K إيش بدي تساوي summation over all poles of E of Z Z of K minus 1، وعندي الريزيديو بدي اجيبها. طب الريزيديو ايش بيساوي؟ الريزيديو بيساوي Z لل A لما بضرب Z minus A في ال E of Z وبعوض عنها Z بتساوي A. هذه الطريقة مفصلة بالكتاب، بدك تطلع عليها تطلع عليها، بس هذه الطريقة لأنه هذا عصر ما قبل الكمبيوتر زي ما حكيت، فبطل حدا يستخدمها بعد ما صار الكمبيوتر عندنا بالقوة الموجود فيها. فاحنا بشكل عام نستخدم ايش؟ البارشال فراكشن في التكست بوك. بس هذا بقول لك هاي ثلاث طرق، الطريقة هذه مفصلة في الكتاب وشبيهة بالجزئية اللي عندي هان، شبيه بهذا الجزئية الموجودة هان، فاللي بدي يطلع عليها بتطلع عليها. الآن هذه الشغلة المهمة عندي Simulation Diagram والFlow Graph. الآن احنا بنعرف أي شيء ممكن نعمل له Representation، يعني خلينا نقول السيستم تبعي يا إما على شكل Differential Equation، يا إما على شكل Transfer Function، يا إما على شكل Block Diagram أو Signal Flow. يعني هاي عندي الموجود عندي هاي الـ E of K، يعني زي ما حكيت هنا يعني في لغة الانتجريشن كنت اقول عندي الاي دات باخذ الالها الانتجرال بتعطيني اي اوف تي، مظبوط. الان هنا في عندي ديلي، دخل عندي اي اوف كي على الديلي هنا 1 سامبل اعطتني اي اوف كي ماينس 1. الان لو بدي اجي لهذا اعملها ريبريزنتيشن ايش بلزمني؟ هنا بلزمني 2 ديليز، ديلي في شقة الـ M وديلي في شقة الـ E. هاي الـ E of K دخلت على ديلي أعطتني E of K minus 1، هاي عندي الـ M of K دخلتها على ديلي أعطتني M of K minus 1. طب الـ M of K هنا إيش بدها تساوي؟ بدها تساوي E of K، هاي الـ E of K جبتها هان على السمر هاد، هاي الـ E of K minus 1 جبتها هاي واخدت إشارة النيجاتيف. الآن هذه الـ M of K برضو إلها ديلي، هاي جبتها هان من الديلي واخذت الإشارة نيجاتيف 1، هان اللي طلع عندي M of K اللي هو الأوتبوت تبعي. الآن هذه ممكن أعملها representation بنفس الطريقة، هذه بسميتها البلاك دايجرام، والبلاك دايجرام مرت عليكم سابقا، وهذه بدي إياكم شوية تتدربوا عليهم، إنه أنا الديلي اللي عندي هو مرادف للإنتجريتور.
الديلي تبعي مرادف للانتجريتر. الان حاعطيكم عليه شوي حاجة وبعدها نشوف كيف بنعمل في هذا المجال. حاعطيكم دكتور بس تفضل. دكتور بس استفسار كده، ما تنسى واحد وين اثنين وين ثلاثة يشارك الباص ميتين وين كام؟ الوين اللي قبل؟ لقيت كانت اصبع واحد كانت اثنين، احنا من فهد عيسى على الجهه اليسار الجهه اليمين انت يعني بكون اطفال مش دلي. ايوه اللي بتتكلم على البلاك دياجرام هذه اللي عندي هذه مش هذه ديلي، لو كانت بلس بتصير ادفانس، عرفت؟ يعني هذه بما انه اي ماينس هنا ايش اللي عندي صار؟ انا الان موجود عند الاشاره حاليا، لما نعملها ديلي ايش بدي يصير لها؟ حشوفك بعد واحد سكند، عرفت؟ يعني لو السابلك تايم عندي 1 سكند وعملت لها ديلي، هي مش القيمة الحالية، هي قيمة سابقة بس أنا أخذتها الآن هنا. فهذا إيش اللي بصير؟ إنه هدول القيم تبعات الانبوت والاوتبوت بتم تخزينهم وأنا بطلبهم في البرنامج تبعي، عرفت؟ يعني هو بفرجيك كيف أنت تتعامل، يعني الفكرة كيف أنا أبرمج هذه الشغلات. كويسين هيك؟ الان هذه لو بدي اعملهن الديلي، هذه هاي الاي اوف كي وهاي الاي اوف كي ماينس واحد، ايش الفرق بين هذه وهذه؟ انا عندي زي ماينس واحد مظبوط، هذه لما بدي اروح للزي هذه اي اوف زي وهذه زي ماينس واحد اي اوف زي، وهاي الاشاره اخذت ناقص واحد اللي ها. الان هاي اللي عندي اي اوف زي اخذت الجين واحد هنا لتعطيني الايش؟ الام اوف زي اللي بدي اياه. هاي هنا اللي عندي الام اوف كي صار لها 1 ديلي، والان رجعتها بسالب واحد على هذا الاساس. هذه بنسميها الفلو جراف. عاده خلينا بس تتذكروا هذا البلاك دايجرام بنشتغل عليها بشكل عام على شكل ايش؟ تايم دومين. السيجنال فلو جراف نشتغل عليها على شكل فريكونسي دومين. هذه معلومات بس تضلكم متذكرينها يعني كعموميات اللي بنتكلم فيها. الان الستيت فاريبل ايش قلنا احنا عندنا؟ يعني خلينا نرجع تاني. الستيت فاريبل لو عندي هاي العلاقه بين الاوتبوت والانبوت هي عبر الترانسفر فانكشن، والترانسفر فانكشن قلنا هي بنحصل عليها اندر زيرو انيشال كونديشنز. الان هذه بنسميها نون لينير ديفرنس ايكويشن. ليش نون لينير؟ لانه العلاقه اللي هان مش محدده باي شيء، يعني هذا محاطط ايش؟ اكس اوف كي بلس 1 تساوي اف في اكس اوف كي يو اوف كي. هي بتعتمد على ثلاث شغلات، ايش هما؟ بتعتمد على الاكس وبتعتمد على اليو وبتعتمد على قيمه الكي الموجوده عندي في هذا المجال. كويس. هذه الموجود عندي الواي اوف كي برضه بتساوي جي اكس اوف كي يو اوف كي، يعني هذه بتعتمد على قيمه الستيتس والانبوت والايش والتايم التنتين هذول. هذه المور جنرال نون لينير ايكويشن. طبعا لحسن الحظ انتم بتتعاملوش مع هذه. الحاجه الثانيه الاصعب منها اللي هي ايش؟ هذه بنسميها لينير تايم فارينج. اكس اوف كي بلس 1 تساوي اي اوف كي x of k b of k u of k، والواي والاوتبوت بدي يساوي c of k x of k d of k u of k. ايش بلاحظ هنا؟ ال a وال b وال c وال d هدول function of k، يعني function of time، فهم بتتغير قيمتهم حسب التغير في التايم، وهذا لحسن الحظ برضه بتتعاملوش معها. ايش اللي بنتعامل معه؟ الحالة الثالثة اللي بنسميها لها linear time invariant. الان اللي عندي ال A وال B وال C وال D هذول constant، يعني القيم تبعتها لا تتغير مع الوقت. طب ايش الفرق بين لما نيجي نطلع عليها general int order او difference equation وال state space؟ ال state space model انا بحول ال nth order difference equation
لان number of first order difference equation، يعني بحولها من general يعني خلينا complex difference equation لعدد من first order difference equation. first order زي ما بتعرف حلها اسهل بكتير من الايش الحالات الثانيه. الان في عندي يمكن مر علينا بالسيجنالز وكنترول واحد، عندي اربع حالات مشهوره لتمثيل الستيت سبيس مودلز، وهذه المحاضره الجايه هشرحهم بالتفاصيل المودلز ككل. الان في واحده بنسميها الكنترولابل كانونيكال فورم، في واحده بنسميها الاوبزرفابل كانونيكال فورم، في واحده بنسميها البارلل فورم، او خلينا نقول في مسميات ثانيه هقول لكم اياهن كمان شويه، والكاسكيد فورم. البارلل والكاسكيد هاي تنتين، والكنترولابل والاوبزرفابل اللي عندي هاي التنتين الثانيه. احيانا تسمعوا بمسميات ثانيه. الكنترولابل كانونيكال فورم احيانا بسموها الدايركت ميثود، الاوبزرفابل كانونيكال فورم بسموها النستد بروجرامينج، البارلل فورم هذه احيانا بسموها يعني بدك تطلع عليها هي بارلل، او بسموها الاسم العام في هذه الشغله بسموه يعني الاسم اللي هي ماخده من جوردن فورم، الاسم تبعها احيانا بتسمى ليش؟ لانه الشكل تبعها والاسم الثاني اللي ممكن تشوفه دياجونال فورم، دياجونال او جوردن او بارل، لانه القيم الموجوده تبعتي للايجن فاليو موجوده في الاي ماتريكس على الدياجونال. فهذه ثلاث مسميات حتشوفها للبارل فورم. الكاسكيد فورم اللي هي بتعتمد بشكل اساسي على كيف نتحكم بالانبوت اللي عندي والكوفيشنت تبعاتي في هذا المجال. كويسين هيك؟ طيب انا جيت عملت هذه الطرق الثلاثه. الان ابسط واحده بنسميها بشكل عام بنسميها ايش هي؟ بنسميها الفيزر فورم اللي هي كنترولبل كانونيكال فورم او دايركت ميثود. ليش بنسميها فيزر فورم؟ طلع على الانبوت عندي في قيمه غيرها موجوده فيش الا هي، في عندي الاوتبوت هنا واي في كي بلس 2 بدي ساوي يو اف كي بلس 1.7 واي اف كي بلس 1 ماينس 0.72 واي اف كي الموجوده. الان ابسط هذا بدي احولها لكنترولابل كانونيكال فورم او بسميها الفيزر فورم، والفيزر فورم قلت لانه هذه الموجود فيها بس 1 تيرم للانبوت. بنقول لت اكس 1 اف كي بيساوي واي اف كي. الان هذا لما نزودها ب 1 تيرم ايش بدها تعطيني؟ x2 of k بدها تساوي x1 of k بلس 1 هتساوي y of k بلس 1. يعني اخذنا التيرم هذه، هذا التيرم صار عندي عباره عن x2 of k، هذا التيرم صار x1 of k، هذا التيرم بده يعطيني ايش؟ x2 of k بلس 1 لما نيجي نطلع عليها. كويس؟ الآن المعادلات اللي عندي هاي، هذه المعادلة اللي هي اللي عندي x1 في k بلس 1 بساوي x2 في k، هاي أول معادلة عندي. هاي معادلة الأوتبوت اللي عندي، الأوتبوت بساوي x1 في k، وهاي المعادلة الثانية اللي قلت عنها هذه ال y في k بلس 2 صارت x2 في k بلس 1 بدها تساوي u في k بلس 1.7 اللي عندي هان، و x2 في k minus 0.72 x1 في k، وهيها الآن لو أحطها على state space model اللي عندي هاي ال x في k plus 1 اللي هو يضم x1 في k plus 1 و x2 في k plus 1، وهنا ال x في k اللي هي بتضم x1 في k و x2 في k. قلنا x1 في k plus 1 هتساوي ايش؟ 0 في x1 زائد ايش؟
واحد في اكس اثنين اوكي، يعني هاي هل عندي، وهنا الانبوت عندي زيرو. الترم الثاني هاد الاكس 2 في كي ايش بدي اساوي؟ هاي ماينس 0.72 اكس 1 في كي، وهنا 1.7 اكس 2 اوف كي الموجود عندي، زائد في البي بده يعطينا 1، هاي الواي اللي عندي. هذا الماتريكس اعطتني هاي الاي ماتريكس، هاي البي ماتريكس، وهي السي ماتريكس. الان الترانسفر فانكشن والبلوك دايجرام لما بدي اجيبها، لو جيت لهذه اللي عندي، هذه الان لو رحت عليها ضربت بايش؟ عوضت عنهم، يعني assuming zero initial condition فكله بتصير ايش عندي؟ هاي بدها تصير z squared y of z plus u of z plus، هاي بدها تساوي u of z plus 1.7 z y of z minus 0.72 y of z. الان نجيب ال y of z على الشقة الثانية، ايش بدي يعطينا؟ هاد z squared من هذه، هذا ناقص 1.7 z، ومن هذه ناقص 0.72 اللي عندي. الآن صارت هذه عندي y of z في z squared minus 1.7 z plus 0.7 بدي ساوي u of z. طب عندي الواي of z ايش بدها تساوي؟ u of z على z squared 1.7 z plus 0.72. لو قسمت على ال u of z اللي بتعطينا الترانسفر فانكشن، بدها تعطيني 1 على z squared minus 1.72 plus 0.72. لو اخذت هنا 1 على z minus 0.9 على 1 على z minus 0.8 بتعطيني الموجود هذا. الان هذه الطرق المختلفه اللي انا حاططهن هنا لعده طرق. هذه الطريقه هذه اللي عندي بقدر اعملها representation على البلوك دايجرام، وهذه اللي عندي الشكل الموجود هنا، هذا اللي بسميه اذا بدي اطلع عليها الفيزر، لانه هنا عندي ايش؟ واحد فيها. الشكل اللي بمثله على هذه الاتجاه. الان انا جيت لهذه عملتها على شكل ثلاث شغلات، ثلاث بلوك. ايش البلوك الاول؟ قلت عندي y في z على x 1 في z. البلوك الثاني x 1 في z على x 2 في z. البلوك الثالث x 2 في z على u في z. طلع هنا عندي هل x1 بتروح مع x1 والx2 بتروح مع x2، بضل عندي ايش؟ الy of z على اليو of z. عملتهم على شكل ثلاثة بلوكس، وقلت البلوك اللي هان ايش بتعطيني؟ هيها هذه، يعني الy of z على x1 of z بدي ساوي 1 على 1، او الy of z بدي ساوي x1 of z، او منها بقول الy of k بدي ساوي x1 of k. جيت للبلاك الثانية ايش قلت؟ هذه بدها تساوي هان، يعني ايش عندي؟ ال x2 عندي هان بدها تساوي ال x1 في ال z minus 0.9، او بعبارة ثانية هذه بدها تعطيني ال z ال x1 في z في ال z بدها تعطيني x1 of k plus 1 minus 0.9 x1 of k بدي يعطيني x2 of k، او x1 of k plus 1 بدها تعطيني ايش؟ x2 of k زائد 0.9 x1 of k اللي هي المعادلة هاي. هذا اللي عملته. الآن للبلوك الثالثة هذه بدها تساوي الموجود عندي، يعني بعبارة ثانية x هذه بدها تضربها في هذا الاتجاه، بدها تعطيني زي ما عملت هان، بدها تضرب هذول كروس مالتبلاي، بدي يعطيني هذا من هذه z في x2 في z minus 0.8 x2 في z بدي يساوي u في z. هذه اللي هي عبارة عن ايش؟ x2 في k plus 1، هذا لما نجيبها على الشقة الثانية بدها تعطيني plus 0.8 في x2 في k، وهنا u في k. هاي المعادلة الأولى، وهاي المعادلة الثانية، ومعادلة قلت الأوتبوت اللي عندي هنا بتعطيني ايش؟ ال y of k بدي يساوي x1 of k اللي هي اعطتني هاي. هذا الفورم الكاسكيد فورم اللي عندي. طبعا هذا حنشتغل معكم بزياده في امثله كثيره، يعني ححط لكم اياها على الموديل اللي تطلع عليها عشان تصيروا فاميليار، بس هذه ما حتزبط معك الا ايش؟ الا انت تجربها بنفسك، يعني تجرب في ايدك في هذا المجال. البارل فورم ايش هي؟ باجي شفت اللي عملته قبل شويه، التو بلوكس الموجوده هان،
بعمل لهدول اللي عندي هان، بعمل بارشل ريفراكشن لهادي وهادي، كويس. فهذه بدها تصير A على Z minus 0.9، B على Z minus 0.8، يعني فهذا ايش اعطتني؟ مثلا ال A اعطتني 10 وال B minus ايش 10. الان لما جيت عملتها بهذا الشكل، قلت هذه في ال U، ال Y في Z، فيها دخلت ال U في Z على هاي وال U في Z على هاي، هذه قلت هذا البلوك بتساوي X1 والبلوك الثاني بيساوي x2، فصار عندي ال y في z بدي يساوي x1 في z بلس x2 في z، او ال y في k بدي يساوي x1 في k بلس x2 في k. هاي لها الان هذه البلوك الاولى حطيتها على هذا الشكل، ايش صار عندي؟ z في x1 minus 0.9 في x1 يساوي 2u، او x1 في k بلس 1 بدي يساوي 0.9 x1 في k بلس 10U. والاوت وعملت نفس الشيء لها، طلع عندي هان الاوتبوت اخذت ايش؟ x1 وx2، يعني اجالها من التو ستيتس. الx1 في k بتعتمد بس على مين؟ على قيمه x1 وبتعتمد على الانبوت. الx2 بتعتمد بس على قيمه ايش؟ x2. فهذا لما جيت طلعتها، هاي طلع ليش قلت لك بتسمى جوردن فورم او دياجونال فورم؟ لانه الكوفيشنت للاي ماتريكس موجوده في الايش؟ في الدياجونال. الان اللي عندي العشرة وناقص عشرة هذه البي ماتريكس فيش فيها ولا صفر، هان السي ماتريكس برضو واحد واحد فيش فيها اصفار. هذه المعلومات حنيجي لها تاني للبر فورم، كل فورم ايش الميزة تبعته لهذا السيستم. الآن أي سيستم ممكن أحوله للبرر فورم أو دياجونال فورم؟ إيش بدي؟ بدي اللي بتكلم عنه اللي هي الماتريكس الموجودة عندي، البي الموجودة هان. البي هذه بسميها سيميلاريتي ترانسفورميشن ماتريكس. فالسيميلاريتي ترانسفورميشن ماتريكس أنا بقدر أحول أي سيستم ل دياجونال فورم، وهي اي دبليو، وهي البي دبليو سي دبليو دي دبليو، هدول كلهم تبعات الدياجونال. طب من وين كيف بجيبهم؟ بدي اجي للسيستم الاصلي واجيب الايجن فاليوز تبعاته. الايجن فاليوز تبعاته بجيبها من ايش؟ من الديترمينانت للزي اي ماينس اي بيساوي زيرو. وبدي اجي بعد هيك اجيب الايش؟ الايجن فيكتور لكل ايجن فاليو، وبحط الايجن فيكتور على شكل اعمده، وهذه بسميها بتعطيني السيميلاريتي ترانسفورميشن. طبعا هذه برضه حنسوي عليها امثله واحط لكم اياها موجوده عشان تشوفوها بشكل واضح على الموديل هذا الاسبوع. في الشرح ابسطها لكم، في شرح تبع السيجمنت حشرح لكم امثله اكثر من هيك وفرجيكم كيف جايه موجوده، حتشوفوها بالفيديو سيجمنت. بس انا هنا قاعد بركز بقول لك ايش الموجود. الان ال A of W ايش بتساوي؟ هذا الجديد بدها تساوي ال B inverse تبع السيميلار ترانسفورميشن ها في ال A في ال B، وال B W بدها تساوي ال B inverse في ال B، وال C W بدها تساوي ال C في ال B، وال D W بدها تساوي ال D نفسها فيها، كويس. الان لكيف احول من state space لترانسفور فانكشن في الماتلاب؟ عندي ال SS to TF وال TF to SS، هذول بحولوا لي الموجودات. الان ترانسفور فانكشن بقدر احصل عليها بشكل مباشر، بقول C في ال ZI minus A inverse في ال B plus D تعطيني الترانسفور فانكشن الموجودة. الان هذا لا هعدلكم هذه القائمة، ما تطلعوش على ايش الموجود، حتتعدل بناء على الكتاب الجديد في هذا. بس هذه الفكرة الموجودة عندي. انا ايش عملت الان؟ خلينا نسوي. انا اليوم تعرفت على اولا اول اشي، وهذا اللي بدي اياكم تركزوا عليه. المرة اللي فاتت كان الهدف منه كيف احول اي سيستم من الديفرنس اكويجن او من اللابلاس دومين بشكل عام الى يعني بشكل مبسط الى الزي دومين، يعني كيف اجيب الزي ترانسفورم لاي فانكشن. الان قلنا هذه بستخدم قلت لكم استخدم التيبلز او الديفينيشن. التيبلز هي الطريقه المعتمده.
فالتيبلز لما بدي استخدمها احيانا الفورم اللي عندي بيبقاش زي ما هو في التيبل. فاذا الفورم مش موجود زي ما هو في التيبلز ايش بدي اعمل؟ بدي استخدم البروبرتي تبعت الزي ترانسفورم. وهذا الهوم ورك اللي اعطيتكم اياه على هذا الاساس، انكم كيف تستخدموا البروبرتيز تبعت الزي ترانسفورم. كويسين هيك؟ الان المحاضرة هاي حاجتين فيها. الحاجة الأصلية كيف أجيب الانفيرس للزي ترانسفورم؟ وقلنا الانفيرس للزي ترانسفورم في عندي ثلاث طرق. الطريقة الأولى اللي هي سميتها اللونج ديفيجن أو الباور سيريس بسموها في الكتاب، وهذا حتلاقيها يا إما بسموها سينتاتيك ديفيجن، لونج ديفيجن أو باور سيريس. هدول هاي الثلاث مسميات اللي حتلاقيها في كتب الكنترول. الطريقة الثانية اللي هي البارشل فراكشن، أنا بعمل البارشل فراكشن بس دائما بدي أخبي عندي الزي. وفي الفيديو سيجمنت حشرح لكم بالتفاصيل كل شيء، وحتى حرفعها هذه عندكم حتشوفوها يا اليوم حسب تسهيل تحميل الفيديو يا ايش بكره في هذا المجال. الان الطريقه الثالثه قلنا باستخدام الريزيديو ميثود، حاعطيكم اكزامبل عليها في السيجمنت. بس هذا من الطرق اللي كانت ما قبل عصر الباور تبع الكمبيوتر تبعنا، يعني هذه كانت ستينات القرن الماضي اول سبعينات القرن الماضي كانت مشهوره الريزيديو ميثود. كيف انا بدي اجيب الكومبلكس انتجرال اوف ذا اريا لاجيب منها، هاي بنعمل ابروكسيميشن باستخدام انه بجيب الريزيديوز الموجوده. الان هذا خلصنا منه. الان المعلومه العامه اللي برجع فيها هذه وبقول هذه معلومه عامه لانه هذا اخذتها بالكنترول واحد الان واخذتها بالسيجنالز والسيستم. الان السيستم تبعي بقدر نعمل له ريبريزنتيشن يا اما على شكل بلوك دايجرام، يا اما على شكل سيجنال فلو، يا اما على شكل ديفرنس ايكويشن او ديفرنشال ايكويشن على المرادف لها، او على شكل ترانسفر فانكشن سواء بالزي او بالاس. الان كيف اروح من واحده للثانيه؟ اي حدا اخذ مساق كنترول الاصل هذه عمليه سلسه، يعني انا بقدر اروح من واحد للثاني بهذه السهوله، وهذا مطلوب من الكل. سامعيني؟ مطلوب من الكل يعملها. بنفعش اني انا ما اعملهاش بهذه الطريقه. واضحه هذه؟ هذه نقطه مهمه، كيف اروح من واحد للثاني؟ يعني انا حاطط لكم اسئله خصوصي لهذا الشغلات، يمكن الكويز الاول يبقى على حاجتين. الزي ترانسفورم هاي اللي بقول لكم اياها، كيف اجيب الزي ترانسفورم لشغله وكيف اجيب الانفيرس تبع الزي ترانسفورم. حاحط لكم الكويز يمكن بنهايه هذا الاسبوع، او خلينا نقول على الزي ترانسفورم كيف تجيبه. الكويز تبع الاسبوع الجاي وهي حاعطيكم واجب عليه اللي هي كيف تجيب الانفيرس للزي ترانسفورم. وبعدها في معلومات حقول لك. الان في عندنا اربعه حاجات مشهورات للستيت سبيس ريبريزنتيشن، اربعه فورم قلنا. اول واحد بنسميه الدايركت ميثود او الكنترولبل كانونيكال فورم، وحنفصل يمكن المحاضره الجايه حنفصل فيها بالضبط ايش بنعني فيها وايش ميزاتها. الشغله الثانيه الاوبزرفبل كانونيكال فورم، وهذا احيانا بسموها النستد بروجرامينج لانه في طريقه انه بتركب على بعض الان، وهذه لها ميزات برضه وحنقول لكم ايش الميزات تبعاتها. الطريقه الثالثه بنسميها الكاسكيد ميثود، والكاسكيد ميثود برضه في لها ميزه لهذا السبب نستخدمها. الان هذول الثلاثه طرق الستيت سبيس موديل او المعادلات اللي عندنا كابلد بنسميها. ليش؟ لانه كل واحده فيهن لو بدي اجيب الستيت تبعت اي واحده بتعتمد على الستيت الثانيه. الان الطريقه الرابعه زي ما حكيت بنسميها البارل فورم، او بنسميها الدياجونال فورم او الجوردن فورم، هذول كلها مسميات لها حتلاقيها في الكتب مختلفه. هذه الميزه تبعتها كل ستيت بتعتمد على الستيت تبعها والانبوت. المعلومات اللي بتاخذها من هذه الطريقه قيمه جدا وحتسهل عليك، يعني في حاجه بنسميها الكنترولابيلتي والاوبزرفابيلتي والاستابيلتي، كل هدول
تاخذهم بشكل مباشر من الدايركت ميثود، بدون ما تروح بدون من البرر ميثود، بدون ما تروح تحسب لا الكنترولابيليتي ماتريكس ولا الاوبزرفابيليتي ماتريكس ولا تعمل اي شيء في الاستابيليتي. مجرد ما تطلع على الاي ماتريكس تعرف السيستم ستيبل ولا لا، مجرد ما تطلع على البي ماتريكس بتعرف كنترولابل ولا لا، مجرد ما تطلع على السي ماتريكس بتعرف انه هذا اوبزرفابل ولا لا. الدي ماتريكس بتقول لك هذا ايش الاوردر تبع النوميريتر والديدومينيتر، هل هو مينيمم مش مينيمال. كل هذه المعلومات بنحكي لكم اياها مش الاسبوع هذا، الاسبوع الجاي عشان تستفيد منها، بس الاسبوع هذا بنقول لك هذا الطرق. والسيجمنت حشرح لكم كل واحدة من هدول بالتفاصيل كيف نجيبها. الان الدايركت ميثود لو كان فيش في شقة الانبوت فيش عندي الا وان تيرم اللي هي في السيمبل تيرم بنسميها فيزر فورم. الفيزر فورم هي نوع من انواع الدايركت فورم او الكانونيكال كنترولابل ميثود الموجودة. الان هذه اللي هي السيميلاريتي ترانسفورميشن، وهذا حتشوفوها اخر المساق، اي نمو فورم نقدر نحوله للثاني. الان ابسط الانواع نحول الكل لمين؟ للدياجونال فورم. نحول الكل للدياجونال فورم ايش مطلوب منا؟ نجيب الايجن فاليو ونجيب الايجن فيكتورز، والايجن فيكتورز هي اللي بتكون لي السيميلاريتي ترانسفورميشن ماتريكس، وهذه اللي هي بتاهلني لحول من فورم للتاني، وهذا حتلاقوها موجودة في سيجمنت لحالها في التحويل. هيك بنبقى احنا انهينا يعني مجمل الحاجات تبعت الاسبوع. الان هذه اللي حكيناها شيء مختصر وملخص. الان كيف بدنا نمشي فيه للاسبوع الجاي؟ كل واحدة من هدول حتشوف الايش خلال هذا الاسبوع بنرفعهم ان شاء الله، حتلاقي سيجمنت معينة بتحكي عنه بتفرجيك كيف بالتفاصيل انا كيف بعملها. كويسين هيك؟ اي استفسارات؟ حماد ايش اخبارك؟ صباح الخير دكتور. صباح النور. الان قبل ما انسى، الموجودين كله هيك كل واحد يكتب اسمه على الشات. طب خد سكرين شوت اسهل يا دكتور للحضرين. هي بتبينش كله. هذا 14 واحد مش مبينين ال 14، مبينين عندي 8 فقط والباقي مجموعة حطاهم. فهي أسهل حاجة على الشات، كل واحد عقبال اسمه بيكتب مين هو. خلصنا عشان الأسبوع الجاي حتلاقيهم الكل حضر. مبينين هيكم. المهم يا دكتور بخصوص الواجب، تمام كويس، لقيت حوالي فيه بس ماين فاجلنج على الاخر يعني. طب ما هي ليش هذا؟ يعني انا حطيت لك كم سؤال، ثلاث اسئله مظبوط. اللي بدك اللي بدك تستخدمه بدك تستخدم البروبرتيز تبعت الزي ترانسفورم. تمام هذا الشيء متفقين يعني، بس في شغلات غريبة يعني. مثلا لحظة بس افتحها، في جزء واحد اللي بيغلب وهذا بقول لك ايش بتسوي فيه. لا ما انا بالاخر انا قادر اوصل فيش كل واحد بس ما بديش السوليوشن. انا في واحد كاتب لي جنب فلان فيش كل واحد بدخل في حسابه، واللي مش داخل في حسابه لا يحسب. وعليكم وعليكم السلام. الله عافيك. أنا دكتور عمر حماد. دكتور أنا عمر حماد، إحنا قاعدين في غير جهاز واحد والنت يعني بالعافية عشان بقطع الكهرب. أنا وأحمد صالح قاعدين على نفس الجهاز. بعد هيك ما تعدوهاش. سامعني؟ إيش اللي بيصير؟ إيش اللي بيصير؟ بيصير الكل يدخل عن غيره. وهذا مش مقبول. ما انا بفتح الصوت عشان تصدق اكيد صوت هذا دكتور، اكيد صوت. تمام. ما هي بعد هيك بتعرفش مين الصوت اللي عندك، عارف اللي بعد هيك فيش. هذا مجال زي ما بيقولوها مجال للخربطه، فهي مش مقبوله بعد هيك. الاسبوع هاي بنمشيها، الاسبوع الجاي بنقول لك ظبط حالك. الله ولا يهمك ان شاء الله. ان شاء الله.
كويسين هيك احنا؟ طب الواجب دكتور حتى لو الحل تحديد مبعات ولا كيف؟ طبعا انا بدي اشوفك ايش يعني هذه ايش هي ايش بتعمل لي كويس؟ هذه بتقول لي انت ايش مشت معك وايش ما مشتش وايش مش واضح عندكم. يعني انت الحين بتقول لي في مشكله، طيب بدي اعرف ايش هي المشكله. اذا انت عندك مشكله فما ادراك بالتنين. وصلت وصلت دكتور. فهي انا كمدرس الان حاجتين بتهمني، لانه هذه يعني وانت عندي بقدر اشوفك وبقول لك هاي في هذه اعمل هاي الشغله سوي لي هاي، يعني انا عارف ايش بتعمل، بس الان انت مش عندي. طالما انت مش عندي فكثير من المعلومات هاي بتبقى ضايعه، يعني صعبه اجيبها. فبدي بدي اعرف وين انتم يعني وين بتتمشكلوا. هي في واحده في واحده منهن شويه بدها تفكير اعمق، والباقي الاصل يعني ما تخربطش فيهن. هي بدها تفكير غالبا هي تاعت الايرور كي ماينس 3 في يو تي ماينس كي ماينس 4. ايوه بالضبط، والباقي هذا بدها شويه تفكير. انا خطر لي على بال ايش افرض، يعني هو شغل اهبل بس لا حول ولا قوه الا فيه. افرض انه واحده منهم هي كي داش مثلا واغير الايرور واعمل شيفت لها وبغير الروك بس. فرضت هذه النظريه بس تعرف صح ولا لا؟ ابسط ابسط بسط بسط فكرك اكثر شوي. ابسط من ايش والله؟ استخدم البروبرتي بشكل مبسط. الاكتبلتي المادة والعادي كيف يعني؟ الروك هي اختار المقام وكل السيستم هذا مغرف عجيها هذا بكون استيبل. الحين شوف يعني خفف شوي، احنا ريجن اوف كونفيرجنس مش كثير فيها في الكنترول. في الدي اس بي هي محور الشغل تبعك، بالكنترول لا، احنا بنتكلم عنه ريلايزابل او ان ريلايزابل بشكل اساسي، فما بندخلش فيها كثير. الاستابيليتي مش هان محلها، عرفت؟ طيب شيء ثاني يا دكتور، في امكانيه تنزلنا سولف اكزامبلز بس للشغلات اللي احنا المهارات المطلوب منها احنا نفهمها، يعني بس على اساس نتابع مهارات التحويل. طب ما هي انا قلت لك ايش اليوم، لخصت لك اياهن ايش هن. الان انت بناء على حلك انا بشوف انت وين، عرفت؟ وبعدها بنحاول ندخل نقول لك ايش المطلوب نعمله لنعالج. ايوه، لانه انا الان بدي فيدباك، الفيدباك هذا مش متوفر. ما ينفعش اعمل اسامبشن انه خد هاي وبعد ما تجيب لي شيء. فالفيدباك هذا خلص نبعت التهبيد يا دكتور ولا هم. وبعدين ما يعني هي اللي بنطلع عليه ايش انت يعني وصل لك علم، هذا الاهم نقطه، مش الهاي الدرجات للي يعني خلينا نقول بيسلم وبيعمل بياخذ الدرجات بشكل كامل. يعني حكايه الهوم وركات المهم منه البارتيسيبيشن اهم من الصح والغلط. يعني as long as you try ان شاء الله خير. ايوه بس مش تنسخ من غيرك، يعني انت تنسخهم. لا ببين دكتور، ببين الافكار بتطلع فبتبين الواحد بيجي بفكر. طيب ان شاء الله. طب انا هل يا دكتور اللقاء مسجل وحطلع حنزلكم اياه ان شاء الله. انا حتى بسجله هنا عندي لوكال، الله يعافيك. مش الصوره بتبقى اوضح من حكايه لما تسجله على الدرايف. على الدرايف يمكن لاحظتوا هذه. هو لو حطته على الدرايف ما كانش هياثر كثير، لانه بالنهايه البريزنت بيكون واضح تاعك. يعني هو اسهل بس الصوره بلاحظها شوي مغبشه بتيجي. ممكن. احنا طالما يعني زي ما بقول التحميل دائما بعد صلاه الصبح اسهل شيء.
فأنا بميل زي هيك، لما بدي أحمل الفيديوهات وغيره بعد صلاة الصبح، فإن شاء الله خير. خير ان شاء الله، يعطيك العافية. الله يعافيك، والله يخليك. يلا مع السلامة، عندي على كمان 12 في محاضرة تانية لمجموعة تانية، مش كنترول التاني، بس هدول بنزل لكم السيجمنت إن شاء الله. يعطيكم العافية، مع السلامة.